على حاجة جاية من الفضاء ولا من المريخ؟ أنا أول ما ريت التصوير هذي في بالي من إنجازاتني دي تونس، هذاك علاش حطوا النخلة كقمار الحقيقة هذاك شو فهمتها من الأول. تقول أنت فما برشا يمشيوا فيها ثنية هذي نجم نجم، أما ردوا بالكم الناس اللي شدت الطريق غادي هاكم تشوفوا النخلة في قلب الكياس، دونك تعرف وين تمشي. في نفس الإطار زيدة تصويرة من تخليه لنا شركة النقل بالساحل، التصويرة هذية وين نلقاو حفرة زيدة في قلب الكياس، حفر نخل. احنا شفنا المطار كيف صابت كيفاش صار، دونك كل شيء ظهر بالكيشف، اما انه باش تولي خلينا في محشموش لاري جديد نتاع الكار هذا. لا لا باهي متفاهمين، هذيك باش ترد بالك باش البلوعه هذيك يفهمها صغير، هذيك الطفله اللي عمرها 9 سنين اللي طاحت فيها، باش هي وحده تفهم اللي راهو فما حفره غادي وما يلزمش تطيح فيها. دونك التعليق ديما يقعد ليكم، الحقيقه احنا نحاولوا نحكيوا عليها الصوره، ما ساعات ننفعلوا ونتفاعلوا على خاطر الحياد صحيح مطلوب في خدمتنا، اما بالصيف عليك تنجم حاجات الحياد السلبي. خلينا نستعمل لك الحياد السلبي، ذلك الكلمه الجديده ما عاد فهم برشا حياد، اما او ميم تو مازمش نلومو برشا تو المسؤولين، مش فسالك زيد علاش راهو الى حد ما فما ناس قاعده تسرق في الحديد تاع البلوعات. واحد واثنين قوة ربي عظيمة، برشا مطرف شوية وقتها ويصير في أي بلاصة. ثلاثة مش بالطريقة اللي صارت في بومارديس، راهو كايست فتفت، معناها الظاهر إنه راهو السلعة. أوضش قلت لك قوة ربي، توا خلينا نشوف الكابر كان نجم نتفاهموا فيه. أما أنا ما عادش اللوم توا على الدولة، قاعد اللوم على السيد اللي هو موجود في وزارة في الترافو، معناتها في الإدارة الجهوية للتجهيز، ولا موجود في الولاية ولا في البلدية، وهو مطالب بمراقبة فلوسنا وين ماشية مع المقاول، كيفاش عمل ريسبسيون وتعدى، هذاك عند ربي في الآخر، في الآخر، راهو عند ربي، أنك اليوم رسكيت لي بحياتي وبحياة صغاري، ما تصور زاد أنا باش نقول لك والله ما هو عند ربي. مقاول يجيك في الآخر ويقول لك أنا هذيك فلوسكم شنو تجازي باش نشري بها سلعة، دونك يعطيني ميزانية معينة ما تكفينيش ويقول لي تصرف، أنا نجم نضرب في السلعة، نجم نقص، نجم نزيد، دونك حتى المقاول زاد عنده ما يحكي للأمور. تبدلت شوي حتى شوي حتى نشطحت المهندسون أقل سوم، أما يقبلوش ينعرفوا لي احنا بنيتك مليار، معناتها راهو خبراء ناس قاعد تخدم فيها، في أصحاب عندهم خبر يعرفوا مليار مثلا مليار ويتكلف الكيس، ما نجمش أنا نعطي 500 مليون. ونقولوا كذا ما نجموش، هذه زادها تحسنت شويه الامور كمقاومه في اطار مقاومه الفساد وتحسين الخدمات. سانونبيش مره اخرى عند ربي راهو هذوما الناس اللي تحايلوا على التوانسه ونحوا لهم فرانك ماهوش في بلاصتو، راهو عند ربي. وعند ربي زيدا الشهيد ان شاء الله يحتسب شهيد، الله يرحمه المرحوم سامي مرابط اللي توفى ولا استشهد في اخر عمليه ارهابيه طالت تونس وطالت سوسة في مفترق اكودا. التصويره اللي تفاعلتوا معها انتم شفتوا ام الشهيد لوعه وحسره ووجيعه ما ينجم حتى حد يحسها كيما تحسها هي، ان شاء الله ربي معاها وان شاء الله ربي يرحمه هو. مسؤولين يكونوا موجودين غادي، جيران احباب اصحاب، تونس الكل تتلم عندها، اما في الاخر الضريبه والفاتوره ما تدفعها كان ام الشهيد وما يدفعها كان صغيراته. ربي يرحم وينعم، ان شاء الله ما يكونش في الكلور نتاع انا جي الناس الكل هذيك نوبو كوستيوم وبعد مشينا وبعد احنا بعد 6 شهور نرجع نشوفهم يقولوا ماي على الاقل ما تخش قصوا عليكم الشهريه وين وسطك الوعود، يقولوا لنا ما صار حتى شيء تعاود نفس الحكايه. ان شاء الله يكذبونا المره هذيا، ثقتنا كبيره انهم باش يكذبونا الوزراء والحكومه الحاليه. ان شاء الله ان شاء الله يكذبونا ويصدقوا هما في هذه اكاهو. على كل احنا مكملين معاكم في نجمه التصباح، مكملين معاكم موعدنا حتى للتسعه، 4 دقائق وتجيكم أولى نشراتنا الإخبارية مع زميلتنا سوار سينو. الموعد من بعد يتجدد في عناوين الصحافة التونسية لليوم.